هسه طلاب مناعه عملي المرحله الرابعه محاضره اولى، كل الامور اللي بيها انتم تعرفونها بديهيا اصلا وماخذين العام بالفيروسات بالمحاضره الخامسه. بس اول شيء يقول لك ما هي المناعه، ما هو نظام المناعه او جهاز المناعه، انترودكشن اوف ايمونولوجي، انترودكشن مقدمه ايمونولوجي علم المناعه، وات اميون سيستم، ما هو الجهاز المناعي او النظام المناعي. ويقول لك الجهاز المناعي ذات هيرب يساعد ان ذا ريكوجنيشن بالتعرف اند ديستركشن وتحطيم اوف ذا فورن ماتيريال، ماتيريال المواد، فورن الغريبه يعني الاجسام الغريبه. جهاز المناعي يساعد على التعرف وتحطيم الاجسام الغريبه. زين شنو هو جهاز المناعي؟ من يتكون؟ مثلا وايت بي سي هذا جهاز مناعي، فاغوسايت جهاز مناعي، الانفوسايت جهاز مناعي، بون مرو جهاز مناعي، الانفنو جهاز مناعي، تونزلز لوزتين جهاز مناعي، طبعا الانفلوند العقد اللمفاويه، والثايموس اللي هي الغده الصعتريه او الثايموس جهاز مناعي، هذا كله جهاز مناعي. خوش وات از اميونيتي، ما هي المناعه؟ ريفيرز تشير تو برودكشن لانتاج الجنس ضد الانفكشن، اذا هي اشاره لانتاج شيء ضد الاصابه ضد الانفكشن العدوى. ماشي. ويقول لك ذا رياكشن تفاعل الاميون سيستم الجهاز المناعي اجينست ضد الانفكشن الاصابه شو نسميه؟ نسميه اميون ريسبونس، الاستجابه المناعيه. واضح؟ اميون ريسبونس. وات ار ذا سيل، ما هي الخلايا اند اورجان والاعضاء اللي بيها تشكل الاميون سيستم النظام المناعي؟ شنو مثلا؟ لوكوسايد الوايت سيل اللي هي سنترال تو ار اميون ريسبونس، اللي هي اساسيه سنترال او مركزيه لجميع الاستجابات المناعيه، قال جميع اميون ريسبونس استجابات مناعيه، ها لازم تعرفوا انه الاساسيه بجهاز المناعه الوايت بي سي، تمام. بعد الاذر سيل، خاف اقول لك اعطيني اذر سيل، تقول له مايكروفيج، سايتوكاينيز، تمام، اللي هي منو يفرزها؟ يفرزها اللايمفوسايت، شوف يقول لك السايتوكاينيز اللي لايبريتد التي تحرر باي بواسطه اللايمفوسايت، خوش هاي خاف اقول لك اياها، يعني. تمام. بعد ريس كان هنالك ديفايدد انقسام برايمري اورجان اعضاء اساسيه للمناعه وسكندري اورجان لمف واعضاء ثانويه للمناعه، طبعا لمفاويه لمف يعني لمفاوي. خوش البرايمري اورجان منو؟ الثايموس الغده الصحتريه والبون مرو، السكندري تونزلز اللوزتين واللمف نود العقد اللمفاويه والسبلين والبير بارش والابندكس الزوائد. خوش زوائد جزء جلد او شيء او هيك شيء يعني. ويقول لك ترى تايبيكال عاده الاميون سيستم الجهاز المناعي ديفايد ينقسم الى تو كاتيجوريزز، الى فئتين كاتيجوريزز يعني فئتين، الانيت البدائيه والادابتف المكتسبه. تعرفون شو الفرق بين البدائيه المكتسبه؟ البدائيه بيها خطين، هي البدائيه نفسيتها اللي هي تعتبر اول شيء بيها خطين. شو الخطين؟ الفيرست لاين الخط الاول والسكند لاين الخط الاول. منين يتكون؟ جلد، عرق، دموع، غدد، ميوكس، مخاط واستومك امعاء، هذا هو بس ايش تحفظها. الخط الثاني بالمناعة البدائية، دير بالك بالمناعة البدائية بعد نفس الخط الثاني مال المناعة البدائية، تمام. شنو الخط الثاني مال المناعة البدائية يا طلاب؟ خلينا نشوفه. الردنس، الاحمرار، طبعا هو انا شو يقول لك؟ يقول لك ذيس ويل سوف ريزولت تنتج انفلاميتوري ريسبونس، استجابة التهابية، هذا الخط الثاني. فشنو العلامات مال الخط الثاني؟ احمرار، حرارة، عرق، وألم، سويلنج تورم عذرا والم بين هاي بس. خوش هنا وصلنا للادابتف النوع الثاني. النوع الاول اللي خطين عرفناها، الادابتف شنو؟ الادابتف اللي هي اكوايرد المكتسبه، اللي هي سبيسيفيك مخصصه اللي بها انتيبودي، دي شنو سبيسيفيك وغير مخصصه وما بها انتيبودي. خوش واصلا موجوده قبل الاصابه، هيك خلايا تفتر بالدم، هاي لا ورا الاصابه يلا تجي. خوش هاي شنو؟ يقول لك هي انتيجين سبيسيفيك اميون ريسبونس، استجابه مناعيه مخصصه لانتيجين معين. ميور ريسبونس استجابه مناعيه بس مخصصه لانتيجين، يعني اذا ماكو انتيجين ماكو اصلا ادابتيف اميونيتي، ماكو مناعه مكتسبه، لازم يطب لنا انتيجين جسم غريب والجسم يحفز عليه انتيبودي سبيسيفيك مخصص بس له، اذا اكو مرض ثاني ما له علاقه به، احنا مخصصين لهذا الجسم الغريب نقتله ونرجع هيك، تمام؟ تمام. هسه احنا غير بال 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 بالمناعه البدائيه عندنا خطين، المناعه الثانويه او المكتسبه هم عندنا خطين، الخط الثالث شنو؟ شوف او هو خط واحد يسمونه الخط الثالث. يقول لك الخط الثالث سم تايمز سكند لاين، هاي الخط الثاني مال الدفاعات، الخط الثاني اللي تونا عبرناه مال الدفاعات، ستيل نوت لا يزال، ستيل يعني لا يزال، نوت انف غير كافي، اند باثوجين والمرض هيدينج يعني يروح فور ذا بودي لاست لاين، الخط الاخير او الثالث. شنو الخط الثالث اللي هو شنو؟ الانتيبودي الاجسام المضاده، تمام؟
اللي هي سبيلزايز سيل، خلايا مخصصه يعني خاصه لمرض معين، احنا نسميها الانتي بودي، كلكم تعرفونها، وهي سبيسيفيك مخصصه كلكم تعرفونها، ما في اشياء هذه كلها. خوش هسه عندنا هنا الاكتف اميونيتي والباسيف اميونيتي، شو الفرق بيناتهم؟ شوف الاكتف اصابه مرض غريب يطب جسمك يصيبك، فصير عندك انتي بودي هاي اكتف يعني نشط وقبل من الجهاز المناعي، احنا نقول من امه خوش يعني باللغه الدارجه اسمه عذرا. الباسف لا، الباسف انت تلقح فيصير عندك انتي بودي للقاح اللي هو يشبه شنو المرض، فمن يجي المرض انت عندك انتي بودي، هذا الباسف يعني مو شيء صحيح. فالاكتف يقول لك سينثيسيس تخليق الانتي بودي، هي حال تخليق الانتي بودي، اكو انتي بودي جاي ينتج خوش، هذا الاكتف. الباسف لا، ريسبشن استلام الاميون سيستم جهاز المناعه بلاي. اها يعني هنا يقول لك شو اسمه ريسبشن استلام او نقل ريدي جاهز، ننقل المناعه جاهزه ناخذ لقاح، هي هاي تمام. خاف يقول لك ريدي جاهز او ريسبشن ريدي، اذا هاي المناعه الباسيف تمام خلص. بعدش عندنا الانتيجين، هو يوجوال عاده فورن يعني جسم غريب. الانتيبودي هو اميونو جلوبين، تحفظ هذا اميونو جلوبين، هو انتيبودي يعني اسمه اميونو جلوبين تمام. والانتيبودي بروديوز ينتج منين؟ منين يجي انتاجه؟ باي بواسطه البي سي ال، خلايا بي تمام. والانتيبودي بخمس انواع، اي ام جي دي اي، خلصت المحاضره.